هشام وينضم إلينا الآن مجد بقرة مدافع المنتخب الجزائري. مجد بيعمل شو جديد على الصورة؟ في أحلى منك على الجزيرة الرياضية لقد رحت في مباراة طبيعية اليوم. أنا أودي هذه المباراة لكل المتفرجين. أبخي لبيت كيتا. بعد هدف كيتا. أنا مبسوطين شاهدنا. وانا شعرت بهذا وين يقول لي انا اسجل الحمد لله راح يقال لي زي ابخي بوعزه جبتهم ولا ماكي ولا ابخي ثم بعد سجل هذا الفتره شعرنا بنفسنا الملتحمين نحن نحب بلدنا ونحن مره نحب البلد وقت هناك بخير فرص في ماضي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله لقد اعترفنا للجميع اننا قادرون على المجد انفسنا لا نقوم بكثير من الضجيج نحن اناس يحبون بلدنا الحمد لله وانا اؤمن ان النتيجه الى ابي الى امي الى زوجتي واخوتي والى كل الجزائريين ولا بد ان اعبر هذا الاحترام. شكرا لمراد. طبعا نذكر وانه غرارز بعد التسعين سيبث بعد حين على قناه الفلسطين والجلوبال لناخذ وقتنا فيما يتعلق بهذه المباراه ونبقى نربط الاتصال دائما مع باريس ومرسيليا ونواكب فرحة المنتخب الجزائري بهذا الترشح إلى الدور النصف النهائي. أنا أسف يا أصدقاء في الكوت ديفوار لكن المنتخب الجزائري كان يستحق وعن جدارة هذا الترشح ولا لا؟ وهذا جاء لكم أصدقاء أنا سوف أعطي بأصدقائي هنا وأقول لهم مبروك برافو برافو للمدرب الذي غير تكتيكه راى المباراه احسن الرؤيا وغير تكتيكه برافو للاعبين الذين مسكوا المباراه كما يجب انها مباراه تاريخيه بالنسبه للجزائر تاريخيه مثل ما كان يقول جمال بن مهدي كل الضعف تعوضوه وسيروه جاءوا لكي يكسبوا المباراه وقد اثبتوا كما قلت من الأول أنه مباراة صعبة ولكن غير مستحيلة هذا ما قلناه من الأول عندما كنت فوق الميدان كنت أرى فريق كبير للكوت ديفوار ولكن على الميدان كان الجزائر أكبر وكان لديها لاعبون ممتازون هناك بعض الأخطاء التكتيكية على الميدان الديفوار الشباك الجزائري نتعرف على الاجواء في الجزائر
مساء الخير، مبروك للجزائر ومبروك للمنتخب الجزائري بهذا الترشح.